السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. بالنسبه للناس اللي بتسال ازاي تشغل الفلاش لما حد بيتصل بيك، هقول لكم ازاي. اول حاجه نخش على متجر بلاي، هنكتب فوق في البحث فلاش 2، هنلاقي اول تطبيق هنا اسمه فلاش اليرتس 2، هنثبته. وبعد ما يتثبت معانا هنفتحه ونديله بعض الصلاحيات علشان يقدر يدخل على الفلاش. وبعد ما يتثبت معانا هنفتحه، بعدين نضغط على نيكست وتست، بعدين نضغط على نيكست تاني، بعدين نضغط على كومبليت سيت اب، بعدين نضغط على حسنا، بعدين نعلم على اول خيار فوق اللي هو ده، بعدين نضغط سماح. بعد كده اي حد هيتصل بيك الفلاش هيقيد معاك اوتوماتيك. ياريت لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. مع السلامة.